زميلي محمد غانم بعد انتهاء هذه المباراة تأكيدة الممتعة لكل من شاهدها. المدير الفني للمنتخب التونسي كابتن منتصر، أولا مرحب بك. عكس كل المتوقع أديتم مباراة ممتازة جدا وفق خطة حسب المعطيات اللي لديك أمام منتخب كبير زي منتخب الكرواتي، دفاع وقسمت مجهودك وتغييراتك، أعتقد وصلت لكل المطلوب، لكن ضربات الترجيح ضربات حظ. مش ضربات الترجيح، الاشكال معناها في المباراة هذه اللي كنا نربحوا المقابلة في 90، يعني عندنا 3 فرص واضحين، نزوز في الشوط الأول، واحدة في الشوط الثاني معناها بالرأس. بالنسبة لنا ما همش فرص، يعني أهداف تاع كرة العبد يكون سيف الله لطيف، حسب رأينا أهداف هذوما، يعني على مجمل المباراة معناها لازمنا نخرجوا منتصرين. يعني شفت أنت اليوم فريق الكرواتي ما عملش خطر معانا، ما فماش فرص كبيرة، كنا متمركزين كما يلزم، لاعبين طبقوا معناها البلون اللي حطيناه للمباراة هذه، دفاعيا كيفاش باش ندافعوا، هجوميا كيف كيف، الحاجات اللي حضرناهم لقيناهم، مجهود كبير من اللاعبين اليوم على 90 دقيقة. كانت اللي فرحني انا برشا اليوم هو العقليه اللي لعبوا بها اللاعبين اليوم، انا لعبوا بعقليه ممتازه جدا، تشوف الناس تجري ل 90 دقيقه، تشوف نلعبوا فريق يد واحده، 11 لاعب اللي موجودين البرة كيف كيف كانوا دخلوا على طاول الاضافه. هذه كره القدم، حسره كبيره صحيح مباراة ودية، لكن اليوم على مجمل المباراة نستحق الانتصار، خاطر ما عدا البوسيشن، يعني امتلاك الكرة كنا خير من منتخب كرواتي دفاعيا، جاونا الفرص اللي قلت لك عليهم. طبعا فما اشياء للتصليح يلزمنا نصلحوا حاجات يكونوا خير. اليوم المباراة هذه دخلت في طي التاريخ، فما مباراة نهار الثلاث ان شاء الله نكونوا حاضرين وننتصروا ان شاء الله. اعتقد مع الضغط اللي كان بيتعرض للجهاز الفني مع المباراة الاولى في المسؤولية الاولى بعد اخفاق امم افريقيا، الكل كان ينتظر ما شاهدوه اليوم، اعتقد الجميع ثقف يعني ان اليوم كانوا في حالة رضا من الشعب التونسي اللي بيشاهدنا الان. ان شاء الله هذا هو يعني هذا هو المساج اللي عديناه اللاعبين، معناها يلزمنا نوريه وجه اخر، يلزمنا نوريه حاجه اخرى من اللي وريناها في كاس افريقيا، يلزم نفرحوا الشعب التونسي، يلزم يكونوا حاضرين. نتصور اليوم اي تونسي محب للمنتخب يكون فرحان بالاداء اللي عمله منتخب اليوم، بالك تلعب مع منتخب كرواتي كامل عناصر معناها مودريتش بروسوفيتش مش باش نسميهم الكل، يعني فريق على مستوى عالي جدا. نشكر اللاعبين على خاصة على التطبيق التكتيكي اللي حضرناه في الأربعة تمارين اللي حضرناهم، كانت فما حاجات إيجابية الحقيقة في الأربع أيام هذوما في التربص هذا، حاجات إيجابية ما بين الإطار الفني ما بين اللاعبين، شفت تجاوب كبير الحقيقة من اللاعبين، شفت تركيز كبير، شفت لاعبين معناها أنا فما حاجات تفاصيل صغيرة ما نجمش نحكيها، لكن ما كانش عندي، كنت عارف اللي اللاعبين مش يعملوا مباراة هكا، فما حاجات شفتهم أنا في وسط المجموعة كنت عارف اللي اللاعبين مش يعملوا مباراة هكا. الحمد لله ان شاء الله الجاي خير، اليوم منتخب يفتح صفحة جديدة بعد كأس افريقيا وان شاء الله يكون من حسن الى احسن. كل التحية لما قدمته اليوم وشكرا لك على المقابلة. شكرا. اذا بلقائنا مع المدير الفني تعود لك الكلمة غريم، تفضل.